اخر مقابله فازت فيها فريق شباب محمديه اللي فاز بالسلجوج على فريق الرجاء البيضاوي الذي ودع قسم الكبار فضل وجود رئيس البدراوي اللي كاين ديال فريق الرجاء طاح الدوزيام ديفيزيون. اخر مقابله شباب محمديه اللي تفوقت عليه بست اهداف الجوج واللي فلالي كما يعلم الجميع انهم كانوا رابحين 4-0 وفي ربع ساعه وخرجوا ما كملوش الماتش. فهنيئا لهذا الفريق ديالنا عند هذا الفريق كيقول لك من باك طاح جا من الخيمه ميل، راه من البدايه ديالهم اللي بداو هذا العام هذا هما بين الفرقه غطيح. فبالتالي هناك اجماع على ان الانسان اللي بغى يسير واحد الفريق يسيروا بكاع الفروع ديالو خصو يكون ثابت في المسائل ديالو عارف اش كيكون عندنا واحد الطعم خاص نظرا لعده مشاحنات اللي وقعت لنا مع فريق الرجاء وحنا في غنى عليها، لكن الانسان خصو يحترم فريق شباب محمدي عنده التاريخ ديالها. ونحن نعلم ان السيد المدير العام الشركة راه ما يسكتش على حقه في فريق شباب محمدية واكد لهم على انه اطاح بهم كما ينبغي بكرة القدم جميلة بشبان لاعبين من واحد طينة كبيرة ما شاء الله، وكنتمنى وتكون ان شاء الله شي احتفالية ديالهم كيستحقوا احتفالية ديالهم بعد البطولة هذه. شكرا على الاستضافة ديال لوسات تي في. مرحبا بالإخوان، جريدة الإلكترونية المعروفة بالصعيد الوطني والصعيد الخارجي، ومرحبا بالجميع بالمتتبع الرياضيين في إطار الفوز ديال فريق شباب محمدية الكرة المصغرة الموسم الثالث على التوالي، فوز اللي كان مستحق عن جدارة واستحقاق على بعد جوج دورات كنظن ثلاثة دورات نهاية الموسم. وهذا ما كيزيدنا الا فخر لهذا الفريق اللي بكل صراحه جميل جدا، فيه لاعبين في ظل واحد التطور اللي كتعرفوا الكره المغربيه المصغره في انجازات الكبيره ديال المنتخب الوطني. فريق شباب محمديه خدم على هذا العمل منذ 4 سنوات من طرف السيد الرئيس المدير العام للشركه اللي كنكونوا له كامل الاحترام، اللي داروا واحد الثوره رياضيه انا ذاك منذ تاسيس هذا الفريق هذا اللي شاب ومجيء بلاعبين خارج مدينة المحمدية. ولكن الجميل اللي عجبني أكثر هو أن كان تطور واضح، كان الـU19 ديال هاد ليكيب اللي جاية غتقول الكلمة ديالها. وآخر مقابلة فازت فيها فريق شباب محمدية اللي فاز بالسلجوج على فريق الرجاء البيضاوي الذي ودع قسم الكبار فضل وجود رئيس البدراوي اللي كاين ديال فريق الرجاء. أنا ذاك فازوا علينا في البطولة برو على ليكيب ديالنا، تعادل بمدينة محمدية وهزيمة بمدينة الدار البيضاء اللي ما نقولوش فيها أسباب عديدة ديال التحكيم ما كندرقوش وراء هذا الشيء، كتبقى كرة القدم عادية. لكن فريق ديالهم ديال الكرة المصغرة طاح الدوزيام ديفيزيون. آخر مقابلة شباب محمدية اللي تفوقت عليه بست أهداف الجوج واللي فلالي كما يعلم الجميع انهم كانوا رابحين 4-0 وفي ربع ساعه وخرجوا ما كملوش الماتش. فهنيئا لهذا الفريق ديالنا ولا التطور الواضح، ومشكور السيد اللي مكلف كذلك الشكر الجزيل رئيس الجمعيه ديال شباب محمديه ولا الشخص بدر الدين البعناني اللي كيقوم على هذا الفريق بكل صراحه اللي حاضرين معاه الاخوان، لا رئيس الجمعيه لا المكتب المسير مرافق له لا الرئيس ديال المدير العام شركه لتطوير هذه اللعبه اللي كنتمنى اكثر انا هو تكمل القاعه المغطاه اللي حدا استاد من عبد البشير باش يكون واحد العام اللي يكون ان شاء الله العام الجاي وتكون واحد الكلمه ديال واحد الوليدات اللي صاعدين ديال U19. فهنيئا لهاد اللاعبين كل حسب موقعه، كل مكونات الفريق من شارج ماتيريير طاقم طبي لاعبين دريس مزرعي اللي عندي في دماغي بزاف فاتي هادو لعابه اللي جميلين حمزه الدري وستات كاع اللاعبين كل واحد بالاسم ديالو حتى لا ننسى اي واحد، فهما لاعبين كبار وعطاو للمنتخب الوطني وهذا هو التاريخ ديال هاد الوليدات هادو اللي كيستحقوا منا كل تنويه وكل تصفيق بحرارة بصراحة. ومشكورين للجرائد الإلكترونية وبالأخص لوسات اللي دائما متتبعة لهذا الحدث هذا ولتطوير هذه اللعبة اللي غتقول كلمة ديالها إن شاء الله. وفعلا احنا ما غاديش نقولوا
استسمح بعد ما قدمتش نفسي انني منخرط شباب محمديه ومسير سابق فئه الشبان، وهذا بمدينتنا ومحب حتى النخاع، هذا فريق ديالنا. كانت الحلاوه ديالها كانت جميله رغم عده اشياء، كانت جميله. احنا 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 جاتنا نورمال، لان يلاه هاد الناس صايبوا ايكيب ديالهم، وكما يعلم الجميع ان فلالي راه كانت عندهم مشاكل عديده، حتى الالبسه، حتى عده اشياء اللي ما خصناش ندويو فيها لوجيستيكيه عند هذا الفريق. كيقول لك من باك طاح جا من الخيمه ميل، راه من منذ البدايه ديالهم ملي بداو هذا العام هذا هما بين الفرقة غطيح. فبالتالي هناك إجماع على أن الإنسان اللي بغي يسير واحد الفريق يسيره بقاع الفروع دياله، خص يكون ثابت في المسائل دياله وعارفش كيدير. ما عندناش غير ليكي بريمير، كين الدريات، كين كرة النسوية، كين الفئات الصغرى، المينيم كادي جنيور، كين كان عنده طعم خاص، وبالأخص النتيجة ديال السلجوج كان طعم خاص. السلجوج في 4-0 فلالي، والإطاحة بهذا الفريق هذا اللي نتمنوا ليه باش يقولوا كما كيقولوا يرجع في القريب العاجل. لكن هناك عمل جبار اللي خصو يتعلم الانسان من الفرق الاخرى اللي فاتها وسابقه. وهذا الفريق ديالنا راه الموسم الثالث على التوالي، زائد دو كوب دي ترون، لا كاس وحده ديال العرش وحده فينال تخسرات ضد القصر، وهذا العام هذا غادي في لاكوب الثانيه ان شاء الله تعالى، اللي كنتمناو خير ان شاء الله. شوف كيكون عندنا واحد الطعم خاص نظرا لعده مشاحنات اللي وقعت لنا مع فريق الرجاء، وحنا في غنى عليها. لكن الانسان خصو يحترم فريق شباب محمدي، عنده التاريخ ديالها، ونحن نعلم ان السيد المدير العام للشركه راه ما يسكتش على حقه في فريق شباب محمديه، واكد لهم على انه اطاح بهم كما ينبغي بكره القدم جميله بشبان لاعبين من واحد طينه كبيره ما شاء الله اللي كيقدموا للمنتخب الوطني الاكثر. والشباب محمد احنا عندنا فخر ديالنا باش كنعطيو المنتخب، ودائما حاضرين في كل المجالات ان شاء الله تعالى في كاع الفروع. الكلمه الاخيره هو هنيئا لهاد اللاعبين، وكنتمناو تكون ان شاء الله شي احتفاليه ديالهم، كيستحقوا احتفاليه ديالهم بهاد البطوله هذه، وتقدم لهم مسائل ماديه ومعنويه في هذا الاطار. واللي كنتمنى اكثر هو تحرك السلطات المحليه بمدينه تجاه الفريق ككل بجميع الفروع ديالو، لان هذا راه فوز تاريخي على التوالي. وكنشوف انا في مدينه المحمديه راه ما كتقدمش ولا شيء لهاد الناس هادو اللي كيقدموا الشيء الجميل في اطار واحد التنميه رياضيه ديال الملك الهمام محمد السادس، في اطار رياضي، في اطار المغرب غادي للامام في تقدم كبير، وكنلعبوا ضد منتخبات كبيره، البرازيل، فرنسا، الارجنتين، يعني كره اللي عطات وتطوير اللعبه جميل جدا. والسي هشام اللي هذا بدون تطبيل او تجميل، لكن قدم الشيء الكثير وعطى الشيء الكثير وطور من هذه اللعبه الكثير. وكنتمناو ان شاء الله تعالى باش الكل يلتف حول هذا الفريق هذا، ويعطي كل ما يجب الاعطاء ديالو ان شاء الله تعالى للقدم اكثر في هذا المجال هذا. وديما ديما مغربي معلومات، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.